الفل والخير والسعاده والصحه على حضراتكم. حلقه جديده واستاذ معفوش يكذبوا ويومكم جميل ان شاء الله. مساء الخير على ايمان عز الدين ومها الصغير الجميله، كلكم منورين. نورك يا قمر، يومكم هادي ونادي. منى ومها صباح الفل عليكم، ومساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت عند الساده المشاهدين الكرام. حلقه جديده ستات معرفوش يكذبوا، ان شاء الله يوم هادي ونادي. مساء الخير عليكم طبعا الاول، ومساء الفل على جمهورنا بره وجوه، ويا رب يوم حلو عليكم وحلقه حلوه وحلقه مهمه، وهتنبسطوا معانا النهارده جدا. البيوت المصرية كلها على قدم وساق علشان الامتحانات. أغلب بيوتنا فيها طلاب ثانوية عامة، ومن هنا وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات مهمة للمسؤولين عن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتعلق بشكل وطبيعة الأسئلة وضوابط وضعها إزاي. هتبقى كالتالي: أسئلة امتحانات الثانوية العامة هتكون بنفس مواصفات السنة اللي فاتت، ومفيش تغيير في عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية، دي أول حاجة. توزيع درجات الأسئلة بيكون زي السنة اللي فاتت إن شاء الله، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة على إنها تكون أسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل. وكمان ايه يا ايمان؟ ممكن وكمان انه الاسئله تكون متناسبه مع في كل امتحان مع الزمن المخصص للاجابه والمراجعه، يعني ما يبقاش الوقت اقل من ان الوقت المفروض اجاوب فيه السؤال وراجع كمان. وطبعا عايزين برضو نقول لحضراتكم ان كل الشروط والضوابط دي متاخده من الطلبه نفسهم، لان اتحاد طلاب الثانويه العامه الوزاره قعدت معاهم بشكل ديمقراطي عظيم جدا وحضاري جدا جدا، سالتهم انتم محتاجين ايه عشان تجاوبوا كويس وتكونوا مرتاحين. صحيح. ودي كانت خطوه ممتازه الحقيقه. صحيح. حاجه كمان ان الاسئله الموضوعيه واضحه جدا ومحدده وليها اجابه واحده صحيحه ما بين البدائل الأربعة. يعني عندنا دايما بيبقى فيه أربع اختيارات هي إجابة واحدة، ما نجيش بقى نعلم على اتنين ولا تحمل التأويل، هي إجابة واحدة فقط، هي دي اللي موجودة. كمان في ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية التانية، ده برضو خبر جديد وخبر مهم عن اللغات الأجنبية، واهتمام من وزارة التربية والتعليم إن هما يبقى فيه الثانوية موضوع كبير، وهي بعبع للطلاب كلهم للأسف، مش عايزينكم تخافهم خالص، والموضوع بقى سهل وواضح وكل حاجة موجودة ومقروءة ومكتوبة، بس انتوا تشوفوا تدوروا على اللي انتوا عايزين تشوفوه من المواقع بتاعة الثانوية العامة. نتمنى طبعا التوفيق والنجاح لكل اولادنا، ومش هتبقى بعبع بالاسلوب اللي احنا بقى لنا سنين بنشتغل فيه في كام سنه اللي فاتت. ان شاء الله طريقه يعني الانتقاء او الاختيار متعدد الاجابه المتعدده او الاسئله المتعدده الاجابات بتختار واحده منها. يعني اعتقد ان الوزاره بتيسر طول الوقت الامر، وفعلا زي ما قالت ايمان بتتحاور في حوار طول الوقت مجتمعي ما بين المدرسين والطلبه والاهالي اللي على الجروبات، الحقيقه بتراعيهم في جدا. فنتمنى النجاح والتوفيق لاولادنا. السنه جريت يا اولاد، السنه جريت، العمر كله بيجري يا منى. يعني امتحنوا بعد رمضان، وفي ناس بتمتحن رمضان كمان، العمر بيجري يا ولد، عمر لحظه. طيب، من الثانويه العامه واخبارنا الداخليه لموضوع غزه، ومن 7 اكتوبر لحد دلوقتي في للاسف الشديد والحزن الشديد 9000 6 فلسطينيه تم قتلهم بايد الاحتلال الاسرائيلي. طبعا ده كلام وكاله الامم المتحده المناصره للمساواه بين الجنسين، واللي قالت في بيان ليها ان الصراع ده في غزه كان في نوع تاني من الحرب على السيدات، واللي لسه لحد اللحظه دي بيعانوا للاسف، واحنا داخلين على ايام كريمه ومفيش مش راضيين يوقفوا الحرب. كمان بتشير التقديرات هيئه الامم المتحده للمراه ان الرقم ممكن يكون اكتر من كده، خاصه انه مفيش حصر لاعداد السيدات اللي موجودين تحت الانقاض. وقالت الهيئه كمان انه قتل السيدات بيتم بطرق غير مسبوقه، يعني تقريبا كده من كل يوم 63 سيدة تقريبا بيتم قتلها، معاناة شديدة جدا، معاناة تانية بتعيشها السيدة الفلسطينية، وهي انها ممكن تاكل وجبة واحدة طول اليوم، وده عشان توفر باقي الاكل لاطفالها. شيء صعب جدا جدا ان الواحد يشوف اولاده قدامه بيجوعوا، مش قادرين نوصل لهم الاغذيه والمساعدات بشكل كويس، هي موجوده لكن مش بتوصل طبعا بسبب الاضطهاد الاسرائيلي طول الوقت لاهلنا في غزه. طبعا خلينا نقول انه
استهداف السيدات ده بيتم بشكل ممنهج ومقصود السيدات والأطفال، هم عايزين يوقفوا النسل ده ومش هيقدروا، لأن دي مسألة إلهية تماما، مهما حاولوا مش هيقدروا يتدخلوا بيها. وده يفسر فكرة يعني استهداف الستات والأطفال طول الوقت. خلينا نقول إنه مصر مش ساكتة من أول لحظة، من 7 أكتوبر لحد اليوم ده بتحاول إن هي تكثف جهودها طول الوقت برا وبحرا. طب إمتى برا وإمتى بحرا؟ برا لما بنقدر إن احنا نوصل المساعدات للمكان اللي فيه فعلا احتياج حقيقي، وطبعا عندنا أولويات. طيب إمتى نعمل إسقاط جوي في منطقة زي شمال غزة مثلا؟ مستحيل إن حد يوصلها بسبب إن البنية التحتية تم تدميرها بالكامل، وبالتالي بيحصل إسقاط جوي على شمال غزة. بنحاول إن احنا ندخل كل المساعدات اللي نقدر عليها لحبايبنا وأشقائنا وأهالينا في شمال قطاع غزة، وهي يمكن أكتر المناطق اللي اتضررت. زي ما أنتم شايفين عملية الإبرار الجوي والإسقاط الجوي على المنطقة اللي محتاجة مساعدات في شمال غزة. وكمان عايزين نأكد إنه ده بالتزامن وبالتوازي مع جهود مصر الحثيثة على المستوى السياسي مع كل الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية في محاولة ان احنا نوصل لحالة من الهدنة والتهدئة، وخصوصا قبل شهر رمضان المبارك. طبعا كمان في مصر كمان بتقيم معسكر تاني للنازحين في خان يونس، وكمان مصر بتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث كمان للنازحين، ده شمال محافظة دير البلح، ده داخل قطاع غزة. كمان مصر بتستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري، ودي هتبقى أول مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة، يتضمن غرف عمليات مجهزة أخيرا بهدف إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي البشع. الحقيقة طبعا في جهود دبلوماسية طول الوقت لاستئناف مباحثات الهدنة بالقاهرة بمشاركة كافة الأطراف، أمريكا وقطر وإسرائيل وحماس، والتأكيد على جهود مصرية الحقيقة للوصول لاتفاق للهدنة قبل شهر رمضان. يا رب يا رب يا رب، يعني شهر طبعا يعني حتى الأشهر الحرم ما كانوش بيرحموا حد، وكانوا في قتل وفي مجازر بتحصل. نتمنى إن شاء الله السلام يعم المنطقة بإذن الله يا رب العالمين إن شاء الله. طيب عايزين نقول بقى لبطلة مصر نجوى غراب، واللي استضفناها في البرنامج هنا في من كام شهر، وهي مثال حقيقي لأن العمر مجرد رقم. ألف مبروك نجوى غراب، قدرت أنها تحقق الميدالية الفضية في بطولة العالم لسباحة الماسترز في قطر بسباق 50 متر حرة، وهي عندها 81 سنة يا جماعة، ما شاء الله عليها. مبروك يا نجوى. وكانت دايما بتقول أنها بتتدرب لمدة 5 أيام في الأسبوع، ده اللي ساعدها على تحقيق الميدالية دي. الحقيقة مبروك ليها ومبروك لكل ست فايتر مكافحة، ما بيهمهاش السن ولا يعني، تفضل شباب على طول طول العمر، طول ما بتعوم وتعمل رياضة بتهتم بصحتها. السباحة يا منى دي من أجمل الرياضات، السباحة وركوب الخيل طبعا والرماية، بس السباحة وسيدة في عمر 81 سنة تحقق الرقم ده وتاخد جايزة فضية، دي جميل، ميدالية فضية، دي حاجة رائعة، وعلى وشها شايفينها مبتسمة وبتضحك فايتر ومكمله. انا بحب قوي الستات دي قوي. كنت هنا ايمان لما كانت موجوده؟ انا كنت موجوده، ولا نقطه مكياج على وشها اصلا، أولا وشها مشدود ما كانتش حاطه ميك اب ولا تتداخل مع اي عمليات تجميل ولا عن اي حاجه، هي مبسوطه بنفسها كده، هي بتقول ان العمر مجرد رقم، ما جبتش حاجه من عندي اهو، عشان الناس اللي طلعت قعدت تقطع فيا وتقولي ازاي تقولي سنك على الهوا، فين المشكله؟ المشكلة هي مصدقة نفسها، هي مؤمنة بنفسها، هي مؤمنة انها تقدر، هي واثقة في نفسها، وثقتها من في نفسها نبع من جواها مش من الناس حواليها بتقول ايه. طب ما في ناس بتكسر مجاديف كتير، في ناس تقعد تقول لها يعني انت بقى في السن ده وهتروحي وسباحة وهتقدري؟ هتقدر لو هي قادرة، لو هي عايزة، لو هي عندها ارادة، لو طبعا هي مصدقة انها تقدر طبعا. فأي ست في الدنيا تقدر، وربنا خلق البني ادم عموما عنده قدرات غير محدودة، بشرط ان هو يدركها ويحسن استخدامها. والسباحه كمان من الرياضات اللي بتعمليها في اي سن، صح؟ يعني صحيح. السباحه ملهاش سن، برضو من الرياضات ما يعني تقدري مستمره فيها كتير. التنس برضو، بس السباحه ملهاش سن، ودي احلى حاجه تقدر تمارسها في اي وقت
وهي قد ايه بصراحه فخر وقد ايه تديكي كده الهام انسبيريشن كده. صحيح، وهي اللي بتحافظ على الصحه طبعًا. يعني نتمنى طبعا الصحه، ومبروك نجوى غراب بطلتنا اللي مشرفانا ان شاء الله، وقريب تشرفينا بقى يعني، شوف البطله السباحه بعد غياب كام شهر كده ايه الاخبار. طيب اسبوعين يعني تقريبا ما فيش ايام، مش اسبوع، ايام ويهل علينا شهر الخير والبركه، شهر رمضان. دلوقتي كل الشوارع في مصر وفي العالم العربي بتستعد للشهر الفضيل. كاميرا البرنامج نزلت منطقه السيده زينب وطبعا والفوانيس والحاجات الحلوه، وصورت اجواء التحضير لرمضان ورصدت حركه بيع الفوانيس والزينه. تعالوا نشوف ونرجع تاني. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في امان. الاجواء في مصر مختلفه ليه في رمضان؟ طبعا تحفه، انا بنزل للسيده مخصوص عشان اتصور ولا احس بالاجواء اصلا. والله كل سنه احنا بننزل كده نتجول ونشوف اجواء رمضان، والسنه دي كده غير وحاجات جميله ورخيصه وكده. كل السنه العاده والتقاليد بتاعتنا اللي احنا بننزل نشوف الفوانيس ايه للاولاد. والله احنا لو ما نزلناش السيده في رمضان كاننا ما شفناش رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب، شهر عظيم، الواحد يعني بيستنى من السنه للسنه. بننزل طبعا كل سنه السيده، اليميز بقى والزينه والحاجات الجميله والفوانيس، لازم كل سنه نشتري فوانيس وزينه، وربنا يعود الايام علينا بخير يا رب ان شاء الله. طبعا اهم حاجه بنعيد على الاهل والاصحاب والقرايب، خصوصا ان احنا من اسوان عندنا الحاجات دي حاجات مهمه، وبنجيب بقى الحاجات العاديه بقى بتاع رمضان، ننزل نسوق من هنا اللي نقدر عليه. والصراحه يعني احلى شهر بالنسبه لي عشان بنتجمع فيه كلنا انا وقرايبي واهلي وكده، وبيبقى فرحه لينا بقى، بنفضل نجهز بقى في زينه رمضان واليميس والحاجات الحلوه دي والفوانيس. حاجه جميله طبعا بالفوانيس، وكل حاجه جميله جدا في رمضان بالذات يعني، وشهر مفترج علينا كده وعلى امه محمد. بيزيد معاك نور الاسلام، فضل وبركات. اهم حاجه نشتري فوانيس، ده طبعا اساسي. وطبعا الفروع النور عشان الولاد، لازم نجيب كوبايات مرسوم عليها بوجي وطمطم وكل الحاجات الحلوه دي، اليميش بقى والكنافه وكل الحاجات دي بنشتريها، الجبن للولاد. شوفوا المسلسلات هتابعها ايه، وصلاه التراويح طبعا بستعد ليها برضو. بننزل نشتري بلح، وبننزل نشتري مثلا فوانيس، نفرح برضو اهل بيتنا برضو، والدنيا تمام الحمد لله. والله بنجيب طبعا الاهم حاجه الفوانيس والانوار والحاجات اللي نازله جديده الجميله اللي نفرحها الولاد. ودي عامله الحاجات الجديده اللي نازله دي عامله بصمه جميله في رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. الزينه بصراحه السنه دي الاسعار ما غليتش قوي زي ما كنا متوقعين، اسعار كويسه وتحفه، وكلها اشكال والوان تجمع يعني فعلا تعجب كل الاذواق. واليميش برضو الاسعار ما غليتش قوي، الفرق فعلا مش كبير بصراحه يعني، اللي هو الطبيعي، الفرق الطبيعي. مصر حاجه تانية، مصر دي فيها اجواء غير اي بلد تانية، مصر ام الدنيا. رمضان يختلف في مصر عن اي بلاد تانية. رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل. هنا في حاجه مختلفه، في دفى، في ناس كتير، في حتى احنا عندنا الفوانيس مختلفه، الزينه مختلفه، الحاجه هنا عامه واليميش نفسه مختلف، الحاجه كلها مختلفه بصراحه. التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجه تانية، دي حقيقه مش غنوه يعني، فعلا رمضان في مصر حاجه تانية. رمضان ما تحسش بيه غير في الاحياء، السيده عائشه، السيده نفيسه، حسين، هي دي الاماكن اللي فيها رمضان. كل سنه وانتم طيبين، واجعلوا شهر رمضان بالخير كله على الناس كلها. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين في الخير. رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. ورجعنا تاني، ورمضان في مصر حاجه تانية، بصوت حسين الجسمي. يا سلام، حاجه كده من عند ربنا، جميله، صوت جميل جميل. طب تيجوا نتكلم في التفاصيل، والسر في التفاصيل. يلا بدأ التفاصيل. لسه زي زمان يعني، انت بتجيبي الفانوس ولا بتبقي شايلاه مثلا، بتحطي فانوس كده صغير، ولا بتعملي زينه، بتعملي ايه في رمضان؟ انا فاكره واحنا صغيرين كان عندنا على ايامي يعني الفانوس اللي بشمعه، ما كانش اللي بينور بقى ويقعد يقول لا، احنا صغيرين حاجه، ودلوقتي بقى كنا نقعد بقى. لا انا بفتكر
بنفتكر الطقوس بتاعت زمان. دلوقتي كلنا بنفتكر زمان، بنجيب الفانوس العادي خالص والطقوس قريبه منها، بس زمان كان ليه طعم تاني خالص. كنا نقعد من قبلها مثلا باسبوع، نقعد نقصقص المثلثات دي ونقعد نرميها في البلكونات عشان الشارع، بنزوق الشارع بتاعنا والجيران كلهم والقرايب كانوا يتلموا في بيت واحد يقعدوا يقصقصوا وقص ولزق، والصغيرين كان ليهم دور والكبار كان ليهم دور. من قبل طبعا بنحضر قبل الهنا بسنه يعني، وكنا نقعد نبل قمر الدين ده من بدري بقى وخشاف وبتاع، بنبقى فرحانين وننزل كلنا مجموعه نصلي التراويح مع بعض زي النهارده. وزي ما هي قالت كلمه يعني حلوه زي النهارده بالظبط. يعني انا بيت بابايا في المعادي، بس ما كنتش بحس برمضان قوي الا في بيت جدي، سواء في شارع محمد علي او في حدائق القبه. الله، جدي هنا وجدي هنا في شبرا، وشبرا عندنا بقى الزينه بقى والحلويات كلها. انت طبعا لحقتي معلش يا زينه البي لايت بقى والحاجات الشياكه دي والبتاع. لا، انا رمضان دايما بفتكر بيت جدتي مصر الجديده، وكان على طول برضو بيعملوا زينه برضو عاملين يعني بيعملوا طبعا زينه، وكان دايما تلاقي كل الانوار كل الشبابيك مفتحه، وكنت يعني فاكره اني كان في الصيف دايما. بس حراتي كنت بتحسي بيه في مصر الجديده ولا برضو هم ما عندهمش زي الاحياء الشعبيه؟ كنت بتقعدوا تدهوا لهم البلكونه عشان يقولوا اساميكم؟ ايوه طبعا. وكان عندي الفانوس وبينور، وكان لا كل الشمعه ولا ايه حكايتك البطاريات بقى؟ البطاريات كان عندي البطاريات طبعا، وكان عندي اللي باللمبه، الفانوس الكبير اللي باللمبه. حسن الكبير ده بتاع البيت صح؟ فانوس للعمارة كلها. لا ايوه بس في منه احجام. وبعدين انا احلى حاجه بقى بالنسبه لي كانت في رمضان فوازير شريهان بقى ونيلي. يعني انت حضرتي نيلي طبعا. كنت بعشق لبس شريهان، وكنت اقعد اقلد شريهان، وكنت نفسي ابقى شريهان. ده جيل بحاله من هنا والعالم العربي بيعشقه ونمسي عليها بالمناسبه دي طبعا. يعني شريهان انا عايزه اقول لها كل سنه وانت طيبه يا شري، اجمل شري في الدنيا. وهي فعلا اجمل شري واجمل قلب، عامله حاله كده، وكانت ايقونه الجمال والرشاقه والحلاوه. مازالت ولذي مازالت قمر طبعا لحد ما عملت بقى كوكو شانيل وبتاع وزي القمر. لا شريهان يا جماعه، انا حافظه لغايه دلوقتي كل المقدمات وكل فرصه. طبعا نقول للجميله شريهان كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكي، ونقول كمان للجميله نيلي طبعا، نيلي اللي احنا عالم ورق كبرنا على على الفوازيرها كل سنه كنا بنستنى نشوف هتقول ايه. فطبعا نيلي كمان كل سنه وانت طيبه وقريبه ومحبوبه وحبوبه ومبهجه، ويخليكي لينا يا رب. ونسمع صوتك بقى لما يدخل اليومين الجايين دول، هنتصل بيكي من الستاره مفيش كده، ونعيد عليكي ان شاء الله. ما عاشت مع الاغاني خلاص، يعني هي مش معانا دلوقتي، مش معانا في الليله دي. طب ما تغني لنا حاجه يا مهبه، ده محافظه بقى انت. انا هغني وهي قاعده جنبي. انت فاكره ده جيلك انت؟ لا فاكره اللي هي كانت بتاعت ايه، حاجات ومحتاجات، اللي هي فاكره بتاعت تن تن ترم ترارم ترارم، رمضان كريم الله اكرم. الله، ده فتح لك الصوت مهندس طارق، فتح لك الصوت كمان. لا الحمد لله انك قفلته يا باشمهندس. كل سنه وانتم طيبين. واعتقد برضو الناس دلوقتي عندها الروحانيات اكتر، مش بتركز في موضوع هنعزم ايه وناكل ايه، قد ما هي بقى تبص تلاقي زي النهارده يبقى بيبتدوا التراويح، اللي ما ختمش القران بيبتدي يخلص عشان يبدا ختمه جديده. من قبل رمضان يا منى ان شاء الله يبقى شهر طاعه، واحنا الى الله اقرب وعن معصيتي ابعد وعلى طاعتي ادوم. نبتدي نقرا قران قبل رمضان، يعني نبتدي نقرا عنده حاجه يخلصها، ندخل بقى مش هو اول يوم يعني ان شاء الله صفحتين كده كل يوم. هو هنبتدي زي النهارده تراويح وجزء، وان شاء الله بقى يعني مع بعض بقى في اعمال الخير كتير، في بقى اطعام الطعام، وفي يعني لمه العيله كمان الاسبوع الاولاني، صله الرحم يا جماعه. يعني نخلص كده على حكايه صله الرحم دي الاسبوع الاولاني عشان نفضى بقى للعبادات ونتفرج على مسلسلات المتحده وغيرها. الحقيقه مصر في منافسه عاليه جدا السنه على في المسلسلات. اتفرجوا على ايه؟ قولوا بصراحه. انا عايزه كريم عبد العزيز اول حاجه طبعا على طبعاً اول انا ماي ليست طبعا. كريم الشركه المتحده عامله تنوع كامل متكامل، والاستاذ الاستاذ يحيى الفخراني البهجه كلها. انا مستنيه كبير قوي طبعا بفارغ الصبر طبعا. ده كريم عبد العزيز ان شاء الله يا رب سنه محلوله كبير قوي، يعني كله
طب هنعمل ايه بقى لو هنتفرج على كل المسلسلات؟ انت نصيحه ظبطي وقتك بقى وانت عايزه تبصي على ايه؟ طبعا الحشاشين، لانه المسلسل ده اخذ وقت طويل جدا عشان يتقدم بالصوره اللي هيتقدم عليها الموسم الدرامي ده اللي بتقدمه الشركه المتحده. حقيقي مختلف، كل سنه بنتفوق على نفسنا، كل سنه الشركه المتحده بتقدم جديد لكل الاذواق لكل الاعمار. دراما امنه انها تدخل البيت المصري، لا وتغير فيه وتغير مفاهيم وتشتغل على الاجيال اللي جايه بقيم وعادات وتقاليد وتحافظ على الهويه المصريه. فكل الشكر طبعا للشركه المتحده، وكل سنه وانتم طيبين. لا وفي حاجه كمان، احنا خدتي بالك ان في كل حاجه فعلا، يعني في دراما وفي كوميدي وفي تراجيدي وفي تاريخي، يعني كل حاجه الشركه المتحده الحقيقه مقدماها لكل ناس او مختلف الاذواق. بوكيه جميل جدا. ما تنسوش كمان الانيميشن بقى، يعني مسلسلات الاطفال في هيكون متاحين على شاشات الشركه المتحده ومناسبين لكل الاطفال، وهم بيستنوها كل سنه الحقيقه. مسلسل نورا، بنت عندها حلم ومصممه تحققه، يعني من شكل البرومو كده هنحس ان باحداث المسلسل هتكون فيها توجيه وفيها نصايح عائليه اجتماعيه جميله جدا تهم كل اسره وتهم كل بنت. نوره عندها طموح جميل جدا. وايه تاني يا ايمان في المسلسل؟ ويحيى وكنوز طبعا، ده برده مسلسل لطيف جدا جدا، هيكون في الجزء الثالث بعد ما حقق نجاح في الجزء الاول والثاني. بيتكلم عن معلومات بسيطة ومبسطة للأطفال عن الحضارة المصرية، حضارتهم المصرية، المعالم الأثرية. والجزء الثالث كمان بيدعو للحفاظ على الهوية المصرية. ومسلسل سر المسجد كمان من المسلسلات اللي بتدور أحداثه عن التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وحل المشكلات المختلفة بس في إطار ديني. بها في ايه تاني حريصه ان انت تشوفيه؟ احنا معانا على الشاشه اهو كل المسلسلات. انا هتفرج بصراحه على كل حاجه، هي طبعا يعني انا ايه ما حرمناش من حاجه. انا بصراحه هتفرج على الحشاشين، يعني ده اكيد. طبعا احمد مكي، انا يعني من الفانز بتوع مكي الكبير قوي، كلنا ومهما يتعاد بنتابعه. كريم عبد العزيز، يعني انا قاعده اقول كريم عبد العزيز كتير قوي صح؟ حصل. كريم عبد العزيز انا بحبه جدا جدا على المستوى الانساني وعلى المستوى الفني. وبابا جه وطبعا واتشت، واتشت بقى اكرم حسني وواتشت بقى. احنا عايزين نقول واتشت، واتشت هيبقى المسلسلات عليها زي ما احنا متعودين من غير اعلانات ولا فواصل، فهتعرفوا تستمتعوا بقى يعني اخر حاجه، سواء ساعه اذاعتها او بعدين، يعني ننظم حياتنا. بس الحمد لله في مجموعه مسلسلات ومنافسه عاليه قوي 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 في مصر، يعني اتمنى دايما الرياده لمصرنا الحبيبه. خلينا نطلع فاصل، نطلع فاصل دلوقتي، نطلع فاصل ونرجع تاني. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا بنقول عندنا ايه، وعندنا بوستات مهمه واخبار مهمه في الستات وعفوش يكذبوا. في بوست على السوشيال ميديا معانا النهارده بيتكلم عن اسباب تخليك تبعد عن اي علاقه، سواء شغل، زماله، صحاب، زوجين. البوست بيقول من اكتر الحاجات اللي ممكن تنهي وتقفل العلاقات انك تتكلم على حد من وراه وتيجي قدامه وتتكلم كويس، حاجه كده في منتهى النفاق يعني. وانك تحكم على حد من الظاهر، خلي عندك حسن الظن واعرف انك ما تعرفش الباطن بتاع الناس. انك تقعد تكرر ان علاقتنا الشخصيه حاجه وعلاقتنا في الشغل حاجه تانية. طبعا هم نفس الحاجه على فكره، الواحد من نفس المبادئ، مبادئ وما بتتجزأش. العلاقه ملهاش غير وش واحد، انك تستغل حد تحت بند انه محترم او محترم نفسه ومش بيتعرض لك، ولما يبدا يعترض في الكلام او يقول راي اخر انت تقول عليه غدار وبايع. لا، هو حضرتك ده البوست اللي بيقول حضرتك جبت اخره خلاص. انك تلعب بالكلام ده اسمه كذب، انك تتمسكن لحد ما تتمكن. يبقى ايه الحل مع الشخصيات دي؟ حد فيكم وقع مع الشخصيات دي؟ طبعا. حد يبقى في وشك حاجه وفي ظهرك حاجه حضرتك وانا اعرف. لا، هو السؤال في حد ما وقعش مع الشخصيات دي؟ كلنا في حياتنا بنقع مع الشخصيات دي او العلاقات اللي من النوعيه دي. بس خلينا نقول كده عنوان عريض، العلاقات موجوده في حياتنا ليه؟ العلاقات موجوده في حياتنا عشان تريحنا، مش عشان تهلكنا وتتعبنا وتستنزفنا وتستغلنا وتبتزنا وتستهلك طاقتنا طول الوقت. فان كانت العلاقه دي ايا ما كانت شكلها او نوعها، مع شخص، مع حبيب، مع قريب، مع غريب، مع شغل،
متعبة أو مرهقة بالنسبة لي وبتسلبني راحة بالي وبتاخد مني ما بتدينيش أو بتاخد مني حتى أكتر ما بتديني، يبقى بناقص منها. نقفل الباب ده، وعلى فكرة ما نخافش إن إحنا نقفل باب، لأن لو قفلنا باب هنلاقي باب تاني، هنلاقي 100 باب، هنلاقي شباك. وبعدين مهما كان ما بتيجي تفتح الشباك الصبح بيجي لك منه أذى وبيجي لك منه شر، مهما كان المنظر جميل اقفله. الاسم ده عامل معاكي شغل حلو برضه، في كلام في في شخصيه قويه بجتهد يعني. هي الفكره كلنا بنتاذي وكلنا بنتعرض للشخصيات دي، بس ازاي بنتعامل معاها؟ ما هقول بقى حاجه يعني انا في رايي، يعني البوست بيقول ايه، ان الناس ممكن تبقى بتتكلم عليك قدامك كويس وفي ظهرك بتتكلم وحش. طيب لو بقى قدامك وحش وفي ظهرك وحش، ده في كتير قوي برضو كده. انت بتستفزي لو حد قدامك بيتكلم؟ لا، لو حد انا عارفه مثلا ما هو... انت بتتعصبي زينا برضو ولا صباح الخير زي واحده اعرفها بتتعصبي؟ بس انا بكتم لجوه، دي اوحش حاجه يعني. انا ممكن تلاقيني انا لا انا يعني، وساعات مثلا لو حد ضايقني ابقى مش عارفه ارد لحظتها، بس بعدها بقى عارفه كويس قوي. طب انا انت شايفه ان ده عيب فيكي؟ ده انت تحمدي ربنا عليه، لان ده توازن وثبات انفعالي وهدوء، لان عاده التهور في الرد في ساعتها بيجيب مشاكل سريعه الغلط يعني. لا لا، بس هقول لك حاجه، لما بتعملي كده الناس ما تستاهلش انك تعملي معاهم كده، انت بقى بتاذي نفسك جوه. طب وانت بقى اتعلمتي بقى تتعبي انت وتعي، لان بعد كده ممكن يقلب الستريس او الضغط النفسي ده لمرض عضوي. بنشوف ده لما بتفكري بقى مع نفسك وبتخافي على نفسك بترجعي تاخدي موقف. طبعا انا 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 عندي على طول كارت احمر، ده عارفه بتاع بتاع الماتشات، ما عنديش الاصفر. لا الاصفر ده مش موجود اصلا. لا 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 مش موجود، الاحمر على طول. طب الاصفر احسن، تدي انذار للي قدامك شويه يعني. بصي لو حد اذاكي مره او اتكلم عليكي مره او اتكلم على حد من صحابك حتى مره، هيتكلم عليكي تاني وتالت ورابع. اللي بيعمل كده دي بتبقى عاده وطبيعه فيه. انا ما عنديش كارت اصفر ده خالص، انا عندي كارت احمر. بصي انا بشوف دايما يا مها اللي بيتكلم عليا من ورا ظهري كفايه ان هو ورا ظهري. منى بتضحك، ولو هو عشان بيقول لك صفيني مره، تعالي اعمل له ايه؟ طيب المخرج بتاعنا صفيني مره، بتعملوا ايه؟ اتفضلي يا استاذه، بتعملوا ايه من ورايا؟ استاذه اتفضلي. لا انا قلت منى بتضحك وتقول ايه مها ما بتعملش كده. لا والله مش بقى على كلامك، شفتي بقى مش سريعه. قلت لا شكلك ما بتعمليش كده مثلا. لا انا ركزت معاه طبعا، اللي بيغني لي صفيني مره. طب صفيني مره فعلا. طب برضو التسامح حلو برضو. طب حتى صفيني مرة بقى. ومالي ومالي. يسكت غني مرة. ومالي ومالي. مش هكمل الا لما تغني. في هدنة، في هدنة عن الغناء بقى دلوقتي، خلاص داخلين من على رمضان. على فكرة هي بتتقل علينا. منى عبد الغني، الدكتورة منى عبد الغني بتتقل علينا، احنا كل يوم بنبقى نفسنا، انا بقول للجمهور لجمهورها اللي بيحبها وبيبقى عايز يسمع صوتها حتى كده في سنتوفه، وكل الناس اللي ورا الكاميرا والمخرج ورئيس التحرير كلنا، واحنا بنبقى هنفطس نسمعها كده بتغني. هنعمل لكم ليله حاجة. نقول رمضان جانا ونقول طب قولي رمضان كل جانا. حاجه وشهر الصيام ونعمل كل حاجه، بس هنحضرها استاذ محمد سامي هيعمل لنا بنتفق مع مجموعه حلوه قوي قوي هتنورنا هنا ونعمل اغاني كل حاجه. انا عايزه اسمع صوتك انت يا جماعه. حاضر حاضر ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب ان شاء الله. و رمضان يبلغنا رمضان كده. نعم بدأ لا تتجزأ حضرتك، قلت والله في البوست بتاعك. حاضر حاضر، اما هجهز والله هقول لك. ماشي بقى، جهز المايك هتعلميني. ماشي حاضر. لا انت جميل على فكره، بمناسبه هتعلميني، ناديه احمد السقا عليها صوت، مها بعتت لي صوتها بتغني انجلش طبعا، لسه ما سمعتهاش في العربي. يا ناديه عايز اسمع حاجه بالعربي، لان احمد صوته حلو طول الوقت احنا في الاباندا في الكواليس ماسك المايك مني وبيغني وياخد مني، ما بيدينيش فرصه اغني على فكره. مطرب جبار، وناديه بقى بتغني انجلش وعربي كمان، فانا هدربها بقى في القران وفي الحاجات الحلوه ان شاء الله. ايه رايك يا ايمان؟ في ايه؟ عندك حد صوته حلو؟ لا والله العظيم لا. ديانا لا ديانا انت قلتي لي ديانا صوتها حلو جدا، بس هي مشكلتها ان هي بتروح وبتيجي، يعني مش ما عندهاش السبب، بس هي صوتها فعلا حلو. بس يعني تروح وتيجي. لسه مش مؤمنه بنفسها كفايه، مش مركزه. انا سايباها ومش عايزه اضغط عليها، بس هم الاثنين بيعزفوا بيانو حلو قوي. ايوه عندنا فرقه يعني براحتها، عندنا فرقه جامده. نكمل فرقه انا هنصد معاكي يا استاذه دكتوره في اي حاجه يا حبيبتي. عايزه غنى، عايزه بيانو، عايزه تمثيل، احنا موجودين. كل سنه وانتم طيبين يا رب. تعالوا بقى نروح نشوف تقرير كده عن
نيرة عندها موهبة تغليف الزهور بمختلف ألوانها على هيئة بقات مصنوعة من ورق ملون أو سادة، أو حتى بتستخدم حاجات تانية غير الورق. الورد ده بيكون مناسب لكل المناسبات والشخصيات اللي في حياتنا، وبتعمل كمان صواني من الكريك. بلاش نتكلم كتير، تعال نشوف ونشوف بتعمل إيه الخطوبة والجواز والحاجات دي، ونرجع تاني. انا رابعه كليه حاسبات. انا بدات شغلي يعني من حوالي 3 سنين كده ولا حاجه، من وقت اول ما حصل الكورونا. تمام، بدات الاول ان انا اعمل مجات باستئصال حراري، كان حاجه لسه كانت جديده يعني تبقى هديه مميزه. وبعدين اتجهت بعد كده للشغل الورقي زي الجوابات الهاند ميد، المراسيل، وحطيت عليها بقى اضافه مميزه. دي كانت حاجه جديده، ان بدل ما يبقى كل الموضوع حاجه جامده او ورقيه، لا حطيت يعني ورد طبيعي. هو لما بينشف على شكله اللي هو البيبي فلاور. فطبعا دي حاجه بتجمع ما بين الحاجه اللي فيها الروح او حاجه فيها معنى وحياه، وطبعا يعني حاجه جامده تعيش العمر كله. يعني دخلت برضو في مش الصور العاديه مجرد ان انا اطبع صوره لشخص موجود، لا، ان انا احاول برضو اجمع ما بين شخص توفى مثلا مع حد بيحبه، ودي اسمها تابلوهات دمج. تمام، بتبدا صوره تتظبط على الكمبيوتر، وبعد كده بتطبع عادي وبتتلزق على التابلو. بالنسبه لرمضان كان عندنا فوانيس. تمام، دي فوانيس ليزر، هو خشب. تمام، طبعا في كذا درجه من درجات الخشب باشكال مختلفه. طبعا بعد ما بتتعمل وبتتظبط وتعشق، في مثلا برضو شكل تاني بيبقى على شكل هلال وجواه فانوس، والفانوس دوت ممكن يبقى يتكتب عليه اسم، ممكن يبقى يتحفر بس يبقى شكل عادي، ممكن كمان يبقى صور. يعني في منها اجزاء تبقى صوره وفي منها اجزاء تبقى حفره عاديه. جزء الافراح انا عندي صواني من اول ما بنقرا الفاتحه لحد ما بنكتب الكتاب. في الاول قرايه الفاتحه، في صواني قرايه فاتحه. تمام، في اللي هي الطارات بتاعه قرايه الفاتحه. بعد كده في صواني بقى الشبكه، طبعا بتختلف كل واحده شبكتها، اللي مثلا فيها كوليه او سلسله بيبقى ليها مكان يتحط فيه الجزء دوت. تمام، او مثلا بوكسات عاديه زي دي كده اللي هي بيحط فيها الخواتم والغوايش وكده. بعد كده بندخل لمناديل كتب الكتاب، هو في طباعه وفي تطريز. التطريز طبعا انا بيبقى معايا حد تاني هو اللي بيعمله، يعني بس معايا شغال في نفس المجال، والطباعه انا اللي بشتغل عليه. وبرضو علشان ما تبقاش مجرد حاجه مطبوعه بس، بيبقى حاجات فيها حاجات يعني بارزه. تمام، يعني برضو ببدا احط كنار ليها بتاع تعمل لها شكل يعني كويس. انا بنصح البنات ان هم يشتغلوا على الفكره بتاعتهم، يحاولوا يطوروا من نفسهم، يحاولوا اي حاجه مثلا قريبه من فكرتهم بس حاجه مور ادفانسد، ياخدوا لها برضو دورات او كورسز ويبداوا يشتغلوا فيها. بنصح كمان البنت اللي عندها طموح يبقى عندها طموح يعني عالي، ان ليه انا الفكره دي ما تفضل بس اونلاين، لا كمان ما ممكن الفكره دي بعد كده تحول لميني ستور، شويه شويه تبقى يعني محل كبير يتعرض فيه كل افكارها دي. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ونقول بقى عندنا ايه النهارده. عندنا الفنانه الشابه المتميزه جدا متالقه جدا يارا جبران، وده بعد تالقها في الاعمال الفنيه الاخيره وكلام عن الفن واعمالها الجديده. وتاني فقراتنا شيف محمود، ايه عارفين هيعمل ايه النهارده؟ عامل طاجن باميه باللحمه الضاني. يا سلام، اللي هي مش عارفه الطاجن هو الدقيه ولا انا بسمعها دقيه. دقيه باميه مش هنعرف بتفطري ايه. محمد سامي بيسالني بفطر ايه. الرقاق ده اساسي معانا كده كده. وبعدين نشوف هنعمل ايه بقى. انا بعشقه ده ابا عن جد يعني. انا بحبه بس لا ما فكرتش والله، يعني عارف يعني اكيد في شوربه حاجه دافيه وشويه السلطه اهم حاجه. بط؟ لا انا مجربتش اعمل بط. بتعرفي تعملي بط؟ بعرف اعمل بط طبعا. تعرفي مها؟ والله بعمل بط بالبرتقال. ايوه بعمل بط كمان اللي زي الدمايطه بيعملوه اللي بالبصل. الله الله الله، ايه ده؟ عشان تبقى فاهم. والله اول يوم عند مها ونرجع في كلام. طب وفين الاكل اللبناني بتاع مولي بقى؟ ماما مولي. لا بعمل. طب والله انا بعمل. انا بس اللي مضيع سمعتي رئيس التحرير محمد سامي بيقول لك مش هيكوش. لا لا مها لا، بس انا بطبخ والله كويس جدا، لكن ما بعرفش اعمل حلويات بصراحه غير الكيكه.
بتاعت الاطفال. طب ولا كنافه؟ لكن دي ماما بقى، مامي بقى، مامي بقى بتمسح عليها. مولي كل سنه وانتي طيبه، واحلى كنافه من ايد مولي طبعا. بنعمل ايه حلو في رمضان؟ بنعمل حاجه اسمها حلاوه الجبن. انا بموت فيها، اكتر حاجه في الحلو بحبها عشان لزع شويه من الجبنه. أيوة. يعني ما تبقاش سكرها كتير. بس انا ما بعملش حلو اصلا في البيت. انا احب البسبوسه بالقشطه. الله، او عيش سرايا بالقشطه. يا لهوي. وساعات نفسي تفني على حاجه كانت تيتا الله يرحمها بتعملها لي، هي بتضحك شويه. مفيش رجيم في رمضان؟ سد الحنك. سد الحنك. انا اكلته مره واحده، دوت مره في حياتي حسيت ان لساني لزق في سقف حلقي. ما هو عشان كده اسمه سد الحنك. ما عرفتش خالص فعلا يعني اسمها مبرره. حلو. لا ما اعرفش. لا في رمضان. طب انت ما قلتيش برضه في رمضان ايه الطبق المفضل؟ ما انا امبارح كنت بقول لكم ان انا ممكن افطر او اتسحر. يعني انا بحب البقول، يعني سلطه وعليها بقول، ممكن طبق سلطه وعليه عدس. يعني انا ممله شويه الا اذا في عزومه. لا بقوم بعمل العزومه كلها الأستاذة. يعني لا طبعا زي الاستاذه بعشق الرقاق، ولازم قبل كل حاجه الشوربه والسلطه الخضراء، ولازم السلطه الخضراء فيها جرجير. طيب يعني زي شوربه وسلطه خضراء، وبعد كده بقى لو في عزومه في ناس يبقى هي بيموتوا في المكرونه ويكون جعانه قوي. في ناس ما بتبقاش جعانه وقت الفطور، عارفاهم الناس دي كبيبه. اللي يشربوا الشوربه يفضلوا قاعدين، دول هو دول الناس الصح على فكره. يا رب. يعني هو في رمضان احنا الفطار هو زي الفطار بتاعنا بتاع اليوم العادي بالظبط. هو بيصبح بعد كده ان كان كوبايه شاي مع سندوتش جبنه او حاجه، بس شويه تمر، اي حاجات بسيطه وقع. وبنأخر شويه لبعد التراويح الفطار دي اصح حاجه. هما يومين عزايم مثلا صله الرحم اولادك او اهلك المقربين، بعد كده بيبقى تحول ليوم عادي جدا. يعني اول ما تفطري تاخدي حاجه دافيه سواء مشروب سخنه او شوربه سخنه، وبعدين انت سيده عقله على مراحل. يعني انت سيده جميله، يا ريت كلنا زيك والله العظيم. انا وقت رمضان بس قدام الرقاق لا وقت الفطار ببقى جعانه يا اما عطشانه معرفش. يا ريت تنورونا والله، هتذوقوا من ايدينا عندكم ثلاثة يعني اساتذه يعني. طيب هنطلع لفاصل، يلا نروح نطلع فاصل سريع كده ونبتدي اولى فقرات. العصابه كلها متجمعه اهي، ايه بقى بتقسموا الفلوس؟ انت يا ماما ما تعرفيش يعني انك تحسي انك اقل من النسوان كلها، وانك عامله زي الارض البوره اللي عمرها ما هتنبت ابدا. ايه يا نبيل وانت بتعرفي منين يعني؟ ما بالراحه على نفسك شويه يا بنت. ده انا كنت قربت انسى انك بني ادم اصلا وعندك قلب. في ايه؟ الاستاذه دي عايزه تدخل بالعافيه ومش راضيه تسمع كلام حد فيه. سيبيها تعمل ايه هي بتحبه، ولا انت عايزاها تقعد طول النهار تملى في ورق لحد ما تنفجر؟ وهو مين بقى اللي كان واقف للنسمه ان شاء الله، انا ولا انت؟ انا محاميه في الاستئناف، واللي حضرتك ما تعرفوش ان انا ما بحبش خالص حد يدخل مكتبي من غير استئذان. مش انا يا نعيمه اللي اتسرق واتختم على قفايا واسكت. السلام عليكم. زي ما شفنا نجمتنا درست اعلام وقسم مسرح ونجحت في التمثيل وعملت تجربه كمنتج منفذ، وبدات من مسرح الجامعه قبل ما تقف قدام كاميرات التلفزيون. كمان مشوارها رغم ان هو مش طويل نسبيا، لكن محطاتها كتيره جدا تقيله، واغلب اعمالها بتتعلق بقضايا نسائيه. وزي ما شفنا كده وهي دايما تقول عن نفسها الاعمال اللي من النوع ده بتستفزها، اللي بتدافع عن المراه. انا مش هطول عليكم، اعمال كتيره، ورق التوت وزنهم وسيب وانا سيب وحاجات حلوه. توفيقه دي منورانا، اهلا بيكي منورانا يارا. طبعا جبران منورانا، وفعلا على قد ما العمر الفني قصير لكن ممثله من العيار الثقيل. ميرسي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يارا منورانا. انت درستي اعلام واشتغلتي مسرح وبعدين منتج منفذ مره. ايوه. وانطلقتي بقى في الدراما. انت بتلاقي نفسك فين في كل ده؟ او انا عارفه شويه الاجابه بس انا عايزه اعرف يعني ليه رحتي للمناطق دي كده كلها؟ انا اول لما دخلت الجامعه ما كنتش مقرره ان انا هدرس مسرح، فكنت ناويه ان انا ادخل اعلام، وبعدين اتكعبلت بقى في المسرح كنشاط وانا في الجامعه من اول ما دخلت اول سمستر ليا. ايوه. فاتخطفت بقى، فقررت ان انا هتبقى دراستي الاثنين. ما اشتغلتش بقى في الاعلام يعني بعد كده، كانت مجرد دراسه. خسرنا زميله جامده يا جماعه.
اشتغلت بقى بعد كده، يعني اول لما اتخرجت من المسرح، انا في المسرح كنت بحب اشتغل مش بس على خشبه المسرح، في الكواليس كمان. يعني بحب الموضوع كله على بعض. بس طبعا اساس الموضوع واساس الحب والدخله كلها سواء في الدراسة أو في الشغل هو التمثيل. يعني هو ده اللي القلب رايح له. يعني نقدر نقول إن تجربتك كمنتج منفذ، وده أولا عمل شاق جدا على البنات والستات بشكل عام، ومحتاج قدرة على التحمل وصبر. فهل أنت دخلتي كمنتج منفذ علشان ده يبقى سكة ليكي للتمثيل، ولا أنت كانت صدفتها إزاي في 9B؟ 19B. لا، هو 19B أول عمل أعمله كمنتج منفذ، أكبر عمل يعني اعمله. بس انا من ساعه ما اتخرجت ابتديت امثل، واشتغلت كده شويه بشويه، ساعات وساعات بس مش بشكل دائم، يعني في البرودكشن في حاجات مختلفه. اشتغلت فتره في شركه انتاج برضو. بس دي كانت حاجات بتحسسني انك خدتي كعب داير في الفن. انا عملت حاجات كتيره. يعني ده على فكره علمني جدا، اداكي مهارات كتيره، علمني جدا وفهمني. برضو انا كنت جايه دراسه المسرح، ودراسه المسرح خاصه في الجامعه الامريكيه كانت يعني احنا يعني لوحدنا شويه. أيوة. فما مش زي في معهد مسرحيه الناس في السوق وعارفه الدنيا، واحنا ما كناش كده. فلما اتخرجت وابتديت اشتغل في حاجات مختلفه اتعلمت كتير، لان انا ما كنتش عارفه اي حاجه عن صناعه السينما، مش فاهمه بتشتغل ازاي. نزلتي اول حاجه حريم كريم؟ كانت اول حاجه سينما، كان ملك وكتابه عملت دور فيه صغير قوي، ما قلتش فيه ولا حاجه. وبعدين حريم كريم عملت فيه مشهدين. كانت اول مره اشتغل، ففعلا كنت يعني قروي ساذج، عارفه داخله الحريم كريم مش فاهمه حاجه. لتوفيقه في ذهنهم دي رحله بقى. يعني انا بس عايزه اقف عند دي، انا اتخضيت من اللوك اللي انت عاملاه. يعني ما شاء الله عليك، مش دي بتاعت الجامعه الامريكيه ولا خالص. اشتغلتي على ده ستايلست، ولا انت، ولا مع المخرج، ولا كل ده مع بعض؟ هو احنا كان تقريبا عندنا كلنا نفس الرؤيه شويه لشكل توفيقه. يعني رغده هلال الستايلست، استاذ يحيى اسماعيل، وانا كنا حاسين شويه ان هي شخص مش دغري، وعايزه تاخد بالها من نفسها كده بس في حدود امكانياتها، يعني في حدود الخصلة الصفراء اللي هي مين صاحب اختراع الخصلة الصفراء؟ رغده اللي فضلت وراها لحد ما، يعني هي كانت بني بقت صفرة، بقت اكسجين، بقت قعدت تروح معانا. دي بقى اللي كان ليها تاثير، لانها جزء من الكاركتر. هو ليها تاثير فيا انا كممثله، انت حسب الشكل اللي هتبقي فيه. هو هيوديكي هتتكلمي ازاي، تحركي ازاي، ثقافتها وخلفيتها ايه. طيب انا عايزه ارجع بس شويه لليلى والدور ده. انا سمعت ان انت كنت قلقانه منه جدا عشان كانت مستفزه شويه، و يعني فيري شارب كده، او حاده قوي زي ما بيقولوا، وحاده مع طفل. بس الدور ده كان يعني معرفش، انا بالنسبه لي زي ما يكون ايه، قربك قوي قوي ودخلك بيوتنا كلنا، وبقينا كلنا شايفين ان في ممثله قويه جدا اسمها يارا جبران. كلميني بقى عن يعني المرحله دي. انا بحب المسلسل ده قوي، وبحب الدور ده قوي. وهو الحقيقه استاذه مريم نعوم وورشه الكتابه كانوا كاتبين ادوار في المسلسل ده مكتمله. مفيش حد فيهم طيب بس، شرير صحيح. بس بني ادمين بلود اند فلاش، جدا جدا جدا. فهو ده يعني. انا الاول كنت خايفه في اولى المشاهد كده، هي قوية وسخيفة جدا مع سليم، اللي هو كمان بعد ما شفته خفت اكتر، لان هو كيوت بشكل مش طبيعي. عادي يعني فايه الست مش عادي. فحتى قلت استاذ مريم معروف يعني حرام عليكي، يعني الولد ده هيكرهني. انا كرهتني، بزعق له، يعني بعمل حاجات سخيفه معاه. بس هو جت في وقت بقت خلاص بالظبط. الدور ابتدى بني ادمه، هي ست كانت تحت ضغوط معينه مخليها ما بتفكرش في اي حاجه غير هي عايزه ايه ليها ولاولادها، ومش فاكره في اي حاجه ثانيه. لما تيجي نتفرج كده ونفتكر مع بعض المشاهد دي ونرجع تاني. اوكي. في حاجة يا توفيق؟ أقول لسنة تغسل الجثمان عشان نسلمها لأهلها؟ لا، سيبها لحد ما أرجع. طب هو أنت ينفع يعني تهدى كده وتروق شوية؟ طبعا أنت جاي عشان تدافع عن حفني. ما هو الراجل مغلطش، مش يمكن يكون الكلام اللي وصل لك ده مش صح؟ حفني لمح لي أكتر من مرة إنه ماشي عوج، وأنا اديته على دماغه.
ومن ساعتها ما بيسيبش ولا دكتور جديد الا وبيحاول معاه وكله بيوصل له. ويعلم بقى هو لوحده ولا في حد تاني معاه؟ طب ليه بقى سوء الظن ده يعني يا دكتور زين؟ هم كده توفيقه احسن لك تسيبيه لوحده عشان لما يقع وهيقع يقع لوحده، بلاش تقعي معاه. استغفر الله العظيم يا رب. طب بص انا هقول لك حاجه، ايه رايك يعني تقعد تتكلم مع نفسك كده زي ما بتعمل دايما؟ يعني ايه؟ مش عيب يا دكتور الواحد يتكلم مع نفسه شويه؟ مش جايز تشوف حاجه ما انت شايفها؟ بص ربنا ينور لك طريقك. من الاعمال الجميله جدا جدا. وايمان عندها سؤال ليارا. يارا انت عملتي، بصي هي توفيقه شويه دراما على حته سايكو دراما على حته، بس اكيد في لون من الوان الدراما هو اللي في بالك واللي انت قاعده مستنياه. ايه الشكل اللي انت عايزه تقدميه؟ ايه لون الدرامي اللي انت هتحسي انك لاقيه نفسك فيه؟ بصي حاسه ان في حاجات كتير انا لسه ما جربتهاش، يعني زينهم كان تجربه لطيفه جدا بالنسبه لي لانه كان لايت شويه، ودي كانت اول مره اروح في الحته دي. يمكن انا برتاح اكتر مع الحاجات اللي هي اجتماعيه اكتر، الدراما الاجتماعيه اكتر، يعني بلاقي فيها نفسي. بتليق عليكي جدا. بس كان لذيذ قوي بقى اني اجرب نفسي في حته ثانيه. أيوة. فزينهم تحديدا لانه كان يعني في ميكس من الجونرز كتيره قوي، فكان لذيذ في ده. اللايت ده كان بالنسبه لي حلو، يعني احب اجربه تاني. هو طبعا بس هم حاصرينك في الشر لحد دلوقتي. يعني ما اعرفش ليه. طبعا بتعبري عن المراه المصريه البسيطه اللي موجوده في وسطنا، بس كله شر. انا يعني ما اتقابلتش معاكي في الحساب يجمع، بس بقيت اقول مين البنوته شاطره عامله يعني مع هاني خليفه. ده كان شرير قوي بقى. حلوه قوي قوي قوي. ده كان برده كده حاصرينك في ده، عايزه تعملي بقى الطيبه الغلبانه. انا ابتديت اكتر، يعني يمكن اول لما ابتديت اكتر في شربات لوز ونكذب لو قلنا بنحبش وكده، كان بنت كيوت لذيذه. بعد كده من الحساب يجمع لقيت طلع الشر كله بقى. طلع الشر كله. انت ما شاء الله عليكي لما بتعملي شخصيه بتتقنيها جدا، يعني بنصدقك بتبقي انت الكاركتر ده، سواء توفيقه في ليه لا في شربات لوز. انت قلتي في زينهم كان في جونرز كتيره قوي، انت بقى بتحبي ايه اكتر جونر او ايه اكتر نوع بتحبيه في الافلام؟ مثلا نفسك تعملي مثلا حاجه موسيقي، حاجه تراجيدي مثلا، معرفش بقى حاجه سايكو، ايه 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 اللي انت حاسه ان انت نفسك تشتغلي فيه اكتر؟ يعني عندك حاسه اني ممكن احب اكتشف نفسي في اللايت اكتر، يعني تجربه زينهم كنت قلقانه منها بس شجعتني شويه، فحاسه ان دي حاجة أنا بحب أتفرج عليها عامة. طب هنشوفك في حاجة كده قريب؟ نفسي. أو بتحضري حاجة كده؟ مفيش حاجة لسه قريب، بس نفسي جدا أشتغل في حاجات أكتر أخف يعني. طيب بصي، الفنان معروف إنه حتى يعني السما بالنسبة له ما هياش الحدود، بيسيب نفسه بيقدر إن هو يكتشف آفاق جديدة طول الوقت. وايه اللي كلامك يا بنتي انا بقوله ده؟ صحيح. انا معاكي. شفتي لا شفتي حته الافاق دي؟ بس عايزه اسالك على حاجه، الحاجات اللي هتبقي عايزه تعمليها حقيقي كتير، لانه الفنان ابداعه المفروض ان هو ما بيخلصش او ما بيقفش عند حد، لكن ايه الحاجه اللي انت مستحيل تعمليها؟ او ايه الدور اللي مستحيل تعمليه؟ او ايه الورق اللي انت مش هتوافقي عليه؟ بيتهيألي الورق اللي ما وافقش عليه لو حاجه مختلفه تماما مع معتقداتي، يعني لو حاجه في الاخر. حصل الكلام ده قبل كده؟ لا يعني مش مفيش حاجه فاكراها الصراحه. بس لو حاجه بالذات بقى في الادوار اللي علاقه بالستات لانها بتشدني جدا، فلو حاجه في مجملها كعمل حاجه ضد قناعاتي، دي يمكن ما احبش اعملها. او اكشن بقى، ما اعرفش، ما اكتشفتش ليه يعني. فريد شوقي جعلوني مجرما ممكن يعني دي حته يعني تبقى لذيذه. ما اكتشفتش. هنحل بقى الحكايه دي. نطلع فاصل كده سريع ومع يارا جبران بعد الفاصل. الحوار ممتع جدا جدا، استنونا. ما تروحوش لاي حته. هو اللي هيلبسها لوحده، مش عمل فيها بطل وراح بلغ النيابه يشيل شيلته بقى؟ مش كنا جبنا اي جثه من اللي ملهاش اهل ودفناها مكانها وكان الله بالسر عليم؟ احنا ما عملناش حاجه وملناش دعوه، صح ولا ايه الكلام؟ صح طبعا، هو المدير يبقى هو المسؤول، واحنا كلنا شغالين هنا فكلنا هيتحقق معانا. حتى انا؟ طبعا يا دكتور، ده انت الوحيد الجديد اللي فين. لو دكتور زينهم نفد منها
انت تاني واحد هيتشك فيه. طب الحمد لله اني مش اول واحد. اختفاء جثه دي حاجه ما حصلتش في تاريخ المشرحه. ربنا يستر بقى وما نروحش في داهيه كلنا. ما تقلقش، زينهم هو اللي هيشيلها لوحده. المهم دلوقتي ان احنا كلنا نوحد كلام، يعني اما النيابه تيجي تسال كلنا نقول ان الجثه دي كانت في عهد الدكتور زين. الله، حتى لو ما شفناش بعينينا. يا شيخ حسني، طب وانت يا دكتور جيمي هتعمل ايه؟ هعمل ايه في ايه يا جماعه؟ انا جديد هنا اصلا ماليش دعوه بالحوارات دي. في ايه يا حفني؟ صح الدكتور عنده حق، سيبه بحاله. صح يا دكتور، صح، انا معايا، انت عندك حق، انت جديد هنا ولسه بشوكك وما تعرفش حاجه زي ما انت بتقول كده. المهم، عارف بقى هتقول ايه ولا هتودي نفسك في داهيه؟ هقول ايه في ايه؟ يبقى هتودي نفسك في داهيه. انت ليه بتتكلمي كده؟ وبعدين هقول ايه لمين؟ للنيابه، لما تيجي تحقق معاك في الجثه اللي اتسرقت. انا ما اعرفش حاجه، انا كنت في مكتبي وبذاكر. حلو قوي، يعني الجثه دي كانت في عهدتك؟ لا، وانا وحفني وحسني كنا روح. يبقى الجثه دي كانت في عهده مين؟ كانت في عهد الدكتور زينهم. اسم الله عليه. طبعا دي كانت توفيقه يعني، ومع زينا في حوارنا الممتع مع يارا جبران اللي منورانا النهارده. اهلا بيكي مره ثانيه يارا. يارا انا مبسوطه بيكي قوي وبالادوار اللي انت بتقدميها، انت بتمثلي بكل تفاصيلك في بحه صوت في توفيقه، انت جايبه بحه الصوت دي يعني بتاعه النوعيه دي من البشر، فانت شفتي الكاركتر ده اكيد لقطيها في مره. الممثل بيخزن الكاميرا بيخزن، بس انا بتبقى احس تبقى كولكشن من الناس اكتر ما هي حد معين. طب في حد في حياتك كاركتر انت لفت نظرك ونفسك انك تجسدي الشخصيه دي او الدور ده بدون اسماء، حد قابلتيها مره بتشوفيها دايما في حته او ده لفت نظرك؟ بصي انا بيلفت نظري حاجات في الناس، بس ما ببقاش بفكر اني عايزه امثل دور الشخصيه كلها على بعضها، بس هي بتبقى لمحه طريقه اتيتيود حاجه معينه ماشيه فبتدخل وبعدين بتلاقيها بقى دخلت في كاركتر تستدعيها لما تحبي تستخدميها، فهي بتبقى حاجات صغيره اكتر ما هي شخصيه بعينها يعني. طيب لو قلنا مثلا انت اشتغلتي كذا عمل ما شاء الله وكل عمل كان بيبقى مختلف تماما، اقرب حاجه ليكي ايه والحاجه اللي حسيتي ان انت يعني ما كنتيش عايزه ان العمل ده يخلص حتى في الكواليس بتاعته؟ تالي هيبقى ليه لا؟ ليه لا؟ بحبه وبحب كواليسه جدا. زينهم كان كانت كواليس وتجنن الحقيقه يعني العملين دول. بس ليه لا كان ليه بقى مميز بالنسبه لي اكتر؟ عشان حاسه انه يعني هو رجعني بشخصيه مختلفه حسيته فرق معايا كممثله. أيوة. وعملت مهمه بالنسبه لي، وعملت شخصيه مش شبه حاجه قبل كده عملتها. صحيح. وكنت نفسي اعمل نوع التركيبه دي جدا اللي هي فيها لايرز مختلفه. طيب يارا بما انك انت دارسه مسرح ومتربيه في الجامعه الامريكيه وبقى وقفتي على مسرح، فين المسرح من حياتك او هو حلم بالنسبه لك؟ ولو هتعمليه نفسك تعمليه مع مين كمخرج وككاست يعني؟ بصي انا يعني وقت الجامعه ده احنا كنا على المسرح كل يوم كل يوم، فدلوقتي لما بفكر في دفعتك ناس مشاهير. دفعتي كان فيها انجي وجدان يا حبيبتي، وكان فيها رمزي لينر. جميل. وكان اسر بس اكبر بسنه او اتنين، اسر ياسين. اسر ياسين. واكيد في ناس ثانيه، بس انا الواحد بقى يدخل الناس في مش عارف مين كان في الجامعه ومين في الشغل بقى. بس من ساعتها بقى ما اشتغل يعني اشتغلت مسرح حاجات بسيطة قوي. أول ما اتخرجت كان اشتغلت مع أستاذ لين الرملي اكتشلي في مسرحية أول ما اتخرجت على طول، كانت حاجة مسرحية صغيرة يعني كان هو كتبها وأخرجها. دي مدرسة لوحدها يعني هو الشغل يعني، دي كانت التجربة بقى الحقيقية إن أنا بقى يعني في حضرة يعني. طب بقيت الحلم بقى هنحلم نكون فين ومع مين؟ من الحاجات طبعا اللي كان نفسي فيها جدا الأستاذ يحيى الفخراني على المسرح. الله. ده طبعا يعني طبعا ده حاجة الملك أو أستاذ يحيى الفخراني عامة يعني. بس كمان لو على المسرح دي تبقى حاجة، دي تالي تجربة أكيد إن شاء الله. طب بصي أنا عايز أسألك سؤال ويعني ما تأخذنيش فيه. عايش حياتي. النجاح جميل حلو مفيش كلام، بس الواحد ما بيتعلمش منه كتير، الواحد ما بيتعلمش بجد الا من الفشل، وفشل ورا فشل فتجربه ورا تجربه فدرس ورا درس فخبره فنضج. صح
صح؟ فشلتي كم مره وتعلمتي ايه من فشلك؟ وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني وعلى المستوى المهني برضو. انا من اكتر الحاجات اللي علمتني هو توقعاتي في الشغلانه دي. الواحد بيبقى داخل فاكر انه انت هتعملي حاجه ومن هنا بقى كل كاريرك هيمشي في سكه طالعه. بس ده مش حقيقي خالص خالص. ولما ترجعي وتشوفي الممثلين ونجوم كبار، احنا بس ما بناخدش بالنا. لما ترجعي لتاريخ نجوم كبار هتلاقي ان هو ما هواش عامل كده، مش طالع في من حته خلاص ابتديتيها. ناس كتير جدا مفكر هي بس الفرصه تيجي وخلاص. مش خلاص خالص، ممكن ما تتكررش تاني، ممكن ما تتكررش، ممكن تقع، ممكن تدخلي في عمل فيه تتوقعي على ما يجيش نفس الجوده، ممكن تعملي حاجه وتكسري الدنيا وما يجيش حاجه بعدها. اصلا طب يعني انت زوغتي من السؤال وش. لا ما انا هقول لك، لا هقول لك. يعني انا كانت جات لي فترات بشتغل بالراحه، وبعدين ابتديت اشتغل بقى مسلسلات رمضان وكده، بتتحس ايه ده خلاص انا كده الكارير بقى هيفضل في حته ثابته. وبعدين فجاه قعدت مثلا بتاع كذا سنه ما تعمليش حاجه خالص، مفيش حاجه بتحصل ومفيش سبب يعني. انت فاهمه؟ مفيش. هو انت الممثل بقى في الحاله دي حاسس ان هو ان دي حاجه تجاهه هو. أيوة. شغلي بقى في البرودكشن علمني جدا ان ده مش حقيقي. الموضوع اصلا مش شخصي، هو الموضوع. بس كنت بتروحي كاستنج عادي لو حد كلمك؟ بتروحي مره واثنين وثلاثه؟ طبعا لو اعمال حلوه ومخرجين مهمين طبعا اروح. طب لان ده جزء من شغلي. طب علمك ازاي بقى شغلك كبروديوسر؟ علمني كذا حاجه. اولا علمني الصناعه نفسها برضو بتشتغل ازاي، وعلمني حاجه مهمه هي انه اتس نوت بيرسونال، يعني الموضوع فعلا مش شخصي خالص. في فكره انه الممثل بحساس قوي، فما يجيلكيش شغل حد ما يختاركيش في حاجه، تسمعي مثلا حد كان عايزك في حاجه وبعدين راحوا في حته تانية، تحسي انه ايه ده انا وحشه انا مش كويسه. لما بتيجي بقى تقعدي ساعات من الناحيه التانية وتشوفي التفكير في الكاست بيحصل ازاي. لا هو الدور والديناميك يعني مثلا يبقى بطوله مثلا مها فجابوا يارا، لا ما بقتش مها بقى حد تاني، فكل الناس التانيه اتغيرت. لا وهل ام او زوجه طب شبهها اولادها، فالولاد يتغيروا على حسب الام ما بين الكاست مع بعض. فلما بتشوفي بقى فعلا صناع العمل ساعات بيفكروا ازاي تحسي لا تمام المشكله مش عندك خالص، هو انت مش بالضروره مش على الورق ده مش بتاعك، مش دورك، ما بيندهكيش. بيهديكي بقى كده شويه، فاهمه؟ ما بتبقيش بتشتغلي بالراحه كده، ما بتبقيش أيوة. واخده كل الحاجات على نفسك. طب ويارا يعني. فين من المطبخ؟ ضيف شرف. ضيف شرف يعني هتبقي معانا النهارده ضيف شرف؟ ظهور خاص. ممكن اسال ظهور خاص اتفضلي. عايزه اسال بقى سؤال تاني. مطبخي؟ لا مش مطبخي خالص. عارفه السؤال اللي كانوا بيقولوه دايما مش هنروح المطبخ على فكره، ما فهمت فهمت احنا المطبخ. لا لا لسه. ايوه لسه صح. انت مثلا شايفه نفسك فين كمان 5 سنين من دلوقتي؟ ده بتاع الانترفيوز. ايوه نفسي اكون خدت ادوار يعني توريني كممثله اكتر، توري جوانب فيها مختلفه اكتر كممثله، ونفسي اخد خطوات برضو كبروديوسر يعني. عايزه ترجعي تاني تشتغل. جدا بحبها قوي، بحب الجزء ده. بس شغلانه متعبه جدا، بس هو ده حقيقي. ليه غاويه التعب؟ هي اكتر حاجه موتره ممكن. أكتر انا ما اعرفش مين اللي بيختلف مع الناس ويتفق مع لا انا ماليش دعوه بقى، يعني انا بحب الجزء الكرييتيف. أيوة اكتر بالظبط كده. يعني انت لو جالك برودكشن في عمل مهم ودور مهم في مسلسل او لا همثل هتمثلي طيب يعني اي حاجه الشخصيه هي قدام التمثيل. حياتك الشخصيه هي وحياتك المهنيه او الفن بقى ايا مكان هتعملي فيه ايه بيدخلوا على بعض امتى، ولا انت فاصله ما بينهم، وامتى ده ياثر على ده؟ بيأثر لما كنت بتشتغلي بطبيعه الحال، مواعيدك، مودك، طريقه كل حاجه، ما بتبقيش نفسك يعني، بتاخدي فتره كده على بال ما تخلصي بروجكت ترجعي بالراحه كده لحياتك. تحاولي على قد ما تقدري ان هو يعني ما ياثرش عليكي 100% اكيد، بس هي شغلانه متعبه يعني، مهلكه نفسيا وجسديا كمان جدا، فغصب عنك لا نفسيتك بتتاثر. طب كلمينا عن يومك واسرتك، يعني انت ليكي اخوات؟ انا ما عنديش اخوات. متجوزه. يعني وحيده يعني ومتجوزه. ويومي حسب اليوم يعني، في شغلانتنا دي ما بيبقاش عندك يوم ثابت. زوجك متفهم يعني هو بيشتغل في نفس المجال. فتمام. يعني هو برضو خلفيته في الدراسه فنيه وشغله من اعلانات وبعدين
ستاند اب كوميدي وكتابه. ده بيعمل تفاهم ولا ايه؟ ولا هو برضه في الاخر رجل شرقي عايز يرجع يلاقي وانت مالكيش في المطبخ وانت ضيفه شرف؟ لا بص ليا ليا بس مش يعني مش حاجات خفيفه. اه حاجات خفيفه بس بناكل يعني بناكل الحمد لله عايشين يعني. لا انا كان مهم بالنسبه لي جدا تهيألي ان انا ابقى مع حد عندي توافق معاه في الحته دي يعني مش قادره اتخيل انه كان يبقى حاجه حد اعرف اتناقش معاه في تتكلمي في الشغل اللي عنده واللي عندي نتفرج على فيلم ويبقى حاجه بالنسبه لنا احنا الاثنين مهمه بنتناقش يعني فيها يعني شراكه حقيقيه في كل حاجه. طب وايه الصفات اللي انت ممكن ما كنتيش ابدا تقبليها في شخص انك تشاركي حياته او تقبليه؟ الغرور بتهيألي. تحبيش الراجل المغرور؟ لا لا دي ايه تاني ولا يعني في البني ادمين عامه بس عنده كاريزما بس وتقل الدم يعني لو لو مش مغرور ودمه خفيف بس مثلا بسباص لا مفيش داعي مفيش داعي خالص فصل بقى يعني يبص في كده على خفيف وخلاص ماشي ممكن نعديها اكتر من كده لا مفيش. كويس يعني الحمد لله هو مقدر ظروفك الفنيه وكل حاجه. طب يارا هل انت بتخططي للي جاي؟ يعني انت بلانر كده اللي هو تحط خطه انا هعمل كذا 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 ولا انت سايباها كده الله خالص سايباها جدا يعني بحاول حتى لو خططتي مفيش حاجه بتمشي زي الخطط. لا يعني مش خطه مفيش حد يقدر يقول انا هعمل مثلا فيلم الفلاني وبعدين هعمل مسلسل العلاني او كده. قصدي ان انت مثلا عامله روتين لنفسك يومي مثلا ان انا هعمل هفضل ماشيه مثلا في خطوات كذا هعمل مثلا ورك شوبس يعني حاجات كده. بس هي الحاجات دي بتتغير من فتره لفتره يعني في فتره كنت فعلا عايزه اركز جدا في ان انا اشتغل على نفسي اكتر كممثله اكتشف في نفسي جوانب مختلفه كان عندي كذا سنه بعمل ورك شوبس كتيره جدا ورا بعض بس ما فيش حاجه يعني طول الوقت كروتين مستمر طول الوقت. طب تيجي بقى نشوف نروح المطبخ بقى معانا ضيفه لطيفه جدا مع محمود سعد يلا بينا ويارا جبران اللي منورانا النهارده ومطبخ الستات. نظمت مؤسسة فاهم للدعم النفسي احتفالية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة مرور عام على إنشاء المؤسسة وتنفيذ 100 نشاط في ملف الصحة النفسية لعام 2023-2024 في ضوء رسالتها التي ترتكز على نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي حول الاحتياجات اللازمة للمرضى النفسيين وإمكانية علاجهم وإدماجهم بالمجتمع. بالتأكيد إنه هذه المؤسسة لما اشتغلت في خلال هذا العام على المدارس على الجامعات مع المجلس القومي للمرأة مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع منتدى شباب العالم الحقيقة عملنا بروتوكولات كثيرة جدا جدا عشان نقدر إن احنا ندخل كل أو نتعامل مع كل الشرائح اللي بتمر بحالات نفسية. الاهتمام إن احنا نعمل توعية في مجتمعنا ونقلل الوصمة اللي مرتبط بالمرض النفسي ده حلم اتحقق اللي عملته جمعية فاهم. دي حاجة أنا بقالي بأكتر من 40 سنة في المهنة دي بس اللي شفناه في السنة اللي فاتت ده تغير حقيقي في ثقافة المجتمع المصري فيما يخص موقف المريض والاضطرابات النفسية معنا. تضمنت فعاليات الاحتفالية جلسة حوارية تحت عنوان الدين والصحة النفسية تناول الحديث عن العلاقة بين الدين والصحة في مقاومة الضغوط النفسية ودور ذلك في بناء الشخصية الإيجابية القادرة على مواجهة التحديات والصعوبات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. لو الواحد بطن وجعته ينفع يروح لدكتور عظام؟ كذلك النفس لما يحصل لها شرخ أو جرح أو ألم أو مشكلة لازم يروح لحد متخصص وده أساس الدين. الحقيقة مؤسسة فاهم للدعم النفسي بتعمل دايما رسائل جميله فيها سبورت واضافه وقيمه كبيره وعطاء كبير قوي. في حقيقه بروتوكول تعاون اتقدم ما بين مؤسسه فاهم للدعم النفسي ما بين اسقف الخدمات ما بين
الجمعيه العامه للامراض النفسيه او الدعم النفسي في المجمع المقدس. يعني الكنيسه بتشارك بقوه جدا مع مؤسسه فاهم. مؤسسه فاهم حققت نجاح كبير جدا وعلى مستويات كانت مفاجاه، لانه احنا تخيلنا انه فاهم هتكلم النخبه، ده ما حصلش. على مدار السنه فاهم اشتغلت في مؤسسات الصحه النفسيه، مستشفى العباسيه، نزلت في الشوارع وفي المدارس وفي في جمعيات المجتمعات الدينيه، يعني في الازهر والكنيسه كانوا شركاء. فده نجاح انا مشكورهم عليه، وانا فخوره بان هم بيعملوا ده بقلب وباحساس حقيقي. تعد مؤسسه فاهم للدعم النفسي اول مؤسسه في العالم العربي تهتم بشكل أساسي بدعم الصحة النفسية وتوظف أنشطتها لتساعد في التغلب على التحديات التي تواجه التدخلات في مجال الصحة النفسية. جه معادنا مع مطبخ الستات، ومعانا يارا جبران اللي منورانا النهارده، اللي بتقول لك انا ضيفه شرف. هنشوف محمود هيختبرها النهارده. بس دي منوره، دي صاحبه مكان. وطبعا ايمان ومها منورين. اهلا وسهلا. اوف وايت والاسود. انا بسلم عليكم طبعا المتالقين المتالقات دايما، الاربعه الحلوين النهارده. طبعا بسلم طبعا على يارا منوره المطبخ جدا جدا جدا، والدكتوره منى عبد الغني وايمان عز الدين المتألقة المهندسة، ومها الصغير طبعا. مها الصغير دي يعني شاطرة في الطبخ المصري واكتر من الطبخ الانجليزي والطبخ اللبناني كمان. طب انت عامل لنا ايه النهارده؟ بص انا عامل النهارده وصفة بتسبب لي سعادة بجد، طاجن بامية بحتة لحمة ضاني بالعظم. الله. وهي يعني حتة حتتين كفاية قوي هيعملوا طعم جامد جدا في الطاجن ده. بس في تفاصيل في الطاجن ده بتسبب لي سعادة، منها طريقة تقطيع البصل، الإضافات الخفيفة اللي بتتحط. موضوع كبير يعني بالزبط. يلا نقول المقادير وفاجئكم بالتفاصيل الجميلة في الطاجن الحلو ده. هتطبخي معايا؟ هطبخ معايا. ماشي يارا، هتطبخ معايا المقادير. حتة لحمة ضاني بالعظم وشوية بامية متقمعين وكوبايتين عصير طماطم على طماطمها متقطعة مكعبات، والبصل ليه تقطيعة معينة هوريها لكم، وفلفل رومي، فصين ثوم، ملح وفلفل، رشة كمون، وسنة كزبرة خضراء، ولمسة نعناع. الله. وده السر. يلا بينا. يلا حسب لمسة لبناني كده. لا صدقيني وجود النعناع ووجود الكزبرة الخضراء مش هيبانوا. مش هيبانوا، يعني ما تتخضيش يا اللي بتقولي ان كزبرة خضراء هتبقى. لا مش هيبانوا، ما يبانوا، يبقى ليهم هتبقى خبيزة. احنا جايبين لك توفيق اهي من ميزانهم على طول. تعالي يا توفيق تعالي، خدي بصي امسكي دي كده وقولي ورايا. يعني عهد اني اقلب كويس. لا ارفعي ايدك، انا احسن واحده تقلب. ايوه واحفظ الوصفه عن ظهر قلب. هحفظ انا عملت مره واحده بس باميه، وهي المره دي هتبقى. وقولي ورايا ان دي هتبقى وصفتك مدى الحياه. لا ده اكيد. يلا خش كده تاخد شرف التقليد. انت نزلتي ليه بعد ما عملتي باميه؟ انا عملت مره واحده وقت الكورونا بقى والطبخ. خدي معلقه. اي معلقه مش كله. يا رب. جوزك اسمه ايه؟ مين؟ زوجي جورج. جورج. أيوة. جورج ايه الباميه طلعت بايظه ولا لا ايه؟ لا ولكن حلوه جدا بجمالها. بس انا قلت اعتذر في شهر. اعتذرت ليه؟ لا يطلبها تاني. ادخل على طمع ويطلبها تاني. هتخلي يارا ايديها ريحتها اكل بقى. جلوفز عشان ايه؟ تاخدي جلوفز اهو في الدرج. اول درج خدي، افتحي اول درج هتلاقي جلوفزات على ايديك اليمين شقه ثلاثه. وجورج انت يعني انت هي بتقول لك عجبته الباميه بس اعتزلت على طول. جورج بص انا ما اتعودتش يضرب كل مره. انا سلمتها الرايه. لا هي تروح بيها، هي تروح. انا هروح بيها ازاي؟ الغدا النهارده ما تقلقش انا ما بتتغداش. طاجن لحمه. ايوه احنا بنعمل ايه بقى؟ اول حاجه بنعملها نحط حته اللحمه مع معلقه سمنه. كويس؟ وده مهم جدا التفصيله الصغيره دي مع لمسه صغيره من الثوم. وهي الاهم بقى، الاهم شفتي البصلايه ازاي متقطعه؟ ورق ورق يعني. والطريقه دي. طب الثوم الاول ما يتحرقش؟ احنا بنشوح مش هندي لون. يعني نقلب ولا اللحمه؟ طبعا ده دورك النهارده. مهم جدا تقولي قلبي. وخدي شويه ورق البصل ده مهم جدا. الورق ده بقى لما بيدبل في الطاجن بيدينا طعم مزيكا. لا هو الريحه خطيره اصلا. الروائح ابتدت تطلع. هي مرقه كده ازاي يعني؟ قسمتها نصين قسمتها نصين وابتديت اطلع الورق بتاع البصل. ورقه ورقه. ده بقى لما بيدبل ويدوب في الطاجن بيبقى عامل زي الزبده مع اللحمه الضاني. مع اللحمه الضاني مع حته الباميه. كده
عملنا كده. بصوا بقى، سر رقم واحد تقطيعه البصل، سر رقم اتنين بتكتبي بتحفظي ماشي، ورقتين صغيرين جدا من النعناع وبيختفوا، بس تركيبه النعناع مع ورقتين الكزبره الخضراء، كزبره خضراء وورقتين نعناع، دول بيختفوا ولكن بيدونا طعم حلو قوي في الاخر. خلاص عارفين لما تحطوا قرفه على اكله فتبوظ؟ الاحساس بتاعنا كمصريين ان الكزبره الخضراء والنعناع هيبقوا هم الطاغيين زي القرفه على اي حاجه. لا لا مش هيبقوا كده خالص، بس هم لاين صغير مع الحاجات اللي هتتحط، شويه كزبره ناشفه، حطيت شويه صغيرين كمان. ايوه يعني. الله عليك. شويه كزبره ناشفه ولمسه صغيره من الكمون، الله الله، ولمسه فلفل اسود ورشه من الملح. انا عاملاها من يومين الباميه بقى، عاملها دبس الرمان بقى في عزفه. ده هتقطع معايا بقى بجد. عملتي باميه بدبس الرمان؟ اه باميه بدبس الرمان بس بصلصه برضه. طب هنطلع فاصل نشوف حكايه الباميه ايه، وباميتي ولا باميته، ونرجع تاني. ورجعنا تاني مطبخ الستات، وشيف محمود ويا جبران بيعملوا دقيقه الباميه بالحلحمه الضاني. بس خلينا نقول بقى عندنا ايه في رمضان على سي بي سي رمضان 2024. اول حاجه هيبقى معانا صيد العقارب، الفنانه الجميله غاده عبد الرازق، وطبعا ما حفظ الالقاب بقى كله يعني، غاده عبد الرازق، محمد علاء، رياض الفولي، سيمون، احمد ماهر، احمد سعيد عبد الغني، ميار الغيتي، احمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، هيتألقوا على شاشة سي بي سي بصيد العقارب. عندنا كمان السنة دي الفنان الجميل حسن الرداد عامل مسلسل محارب، معاه ناهد السباعي، أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، عمرو محمود ياسين، ومنة فضالي، وملك أحمد زاهر، ونور محمود. يعني كم من الفنانين هيتألقوا في مسلسل محارب، وبنبارك لحسن الرداد وكل النجوم اللي معاه. وطبعا الجميله روجينا النهارده يعني عامله في الموسم الدرامي ده بجد طفره حقيقيه من خلال سر الهي، وبيشاركها البطوله احمد مجدي ورنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، وصلاح عبد الله طبعا، واحمد بدير، وميمي جمال. مسلسل جميل وفي باقه من النجوم من العيار الثقيل. ده حقيقي كل مسلسلاتنا على سي بي سي ما شاء الله نجوم ما يتخيروش عن بعض، في منافسه شديده جدا في الاداء. معانا مسار اجباري، احمد داش، عصام عمرو، صابرين الجميله، وبسمه نجمتنا، وطبعا محافظ الالقاب كلها، جوري، بكر، مي الغيتي، ياسمينه العبد، معاذ، نبيل، محسن منصور، ابراهيم الزياتي. طبعا هيتألقوا، وطبعا لسه في مفاجأة جاية كمان ما هتقول لنا عليها. عندنا مسلسل مليحة للفنان دياب والفنانة الفلسطينية سيرين خاس. طبعا الفنانة الكبيرة العظيمة الجميلة ميرفت أمين هتكون في مسلسل مليحة. أشرف زكي طبعا مع حفظ الألقاب، أمير المصري، مروة أنور، والفنانة حنان سليمان. كمان صدفة عاملاه الفنانة ريهام حجاج، وبيشاركها البطولة رحاب الجمل، ورشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وعلاء خالد، وهشام منصور. احلى باقه مسلسلات هتكون على قناه سي بي سي 2024 رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ونشوف بقى محمود ويارا عملوا ايه. ويارا برنامج اذاعي محمود ويارا، يعني في مزيكا بتتعزف هنا في الحله بعد ما حطينا قطع اللحمه الضاني بالعظم مع الفلفل الاخضر والبصل والثوم وورقتين النعناع وشويه الكزبره الخضراء، لمسه الكمون ولمسه الكزبره الناشفه مع الملح والفلفل الاسود، ونحط وإيه الطماطم. ايه يا شيف محمود؟ ايه الروايح حلوه قوي مع البامية؟ خطيره، نفسك تقريبا في الاكل يا يارا في الباميه، في التقليب يا جماعه. أيوة. مش اي حاجه تستاهل انك تاخدي فيها كورس. لا 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 خطيره. طب وجورج اخباره ايه في المطبخ؟ بيطبخ، بيحب يخترع. والرجاله اكلهم حلو بس هما ما بيحبوش يعملوا على فكره. لا لا هو يعني بس دخوله بقى المطبخ زي الرجاله كتير كده. الدنيا بقى يعني يا ريت ما فيش ده يعني بتشيلي بقى انت بقى كلنا هذا. تسلم ايدك يا حبيبي بس ما تعملهاش. شكرا على التعاون. انا هطبخ بس ولا هلم ولا هغسل، ماليش دعوه. حاجات ما اعرفش بنستخدمها في ايه يعني، ما كم اطباق طلعت وكم حاجات مش عارفه ليه. هو مش الرجاله اللي واحد، لا هم الستات اللي واحد في كل حته في الدنيا. طب وانت يا محمود كشاف بتلخبط برضو المطبخ وكده، ما بتدخل ولا ممنوع؟ ممنوع. اتفضلي بقى.
هم حبيبي انا 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 عندي مشكله نفس المشكله غالبا اللي بتقابلها يارا مع جورج، هي ان انا بستخدم يعني في كل حاجه بستخدم معلقه، مع ان هم بيستخدموا معلقه واحده في كل حاجه عشان ما يكسروش كتير. هتقدم ايه بقى جنب الباميه دي؟ بص بقى الصلصه، تعالي هنا بقى شويه الصلصه دي كده، ونحط كمان شويه من المرقه. الله على الريحه. لا لا لا، وانت بتقلبي بقى كده، بعد ما قلبتي كده خديها على طول في الطاجن ده كبشه كبشه. اه خلاص كده، سيبي بقى دي وخديها هنا كبشه كبشه. وبعدين بقى عايز اقول لكم ان بعد ما عملنا التفصيله الحلوه، مهم قوي اختيار حته سمنه بلدي. والنبي حته السمنه البلدي بتفرق جدا. شوحتي فيها اللحمه الضاني مع شويه ثوم، يا نهار ابيض على الريحه. مع ايه يا نهار ابيض على الريحه؟ انا بضحك عليهم كده بقى قرديحي خالص في البيت. انا خلاص حطيت كزبره اكتر اكتر اكتر، وكزبره لمسه كزبره ناشفه وكزبره خضراء، والفلفل والبصل الورق مع شويه الكمون والكزبره الناشفه ولمسه الملح والفلفل وعصير الطماطم وشويه المرق الحلوين. كنت بتقول لنا حسين امام اللي علمك الورق ده، يعني عشان نذكره بالخير. الله يرحمه حسين الامام. يعني انا طبعا يعني كان هو اللي في مره اكلت من ايده طاجن الباميه ده، وعمل البصل الورق الحلو ده. يعني جميل. بصوا بقى تعلمك حاجة طبعا 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 حاجات. جميل. بصوا الطاجن الحلو ده بقى، الطاجن الجميل وهو خارج من الفرن. ايوه ها اجي يلا بينا. يلا بينا يلا. بناخد الطاجن ده كده ونروح بيه هنا. بصوا بقى شكل الطاجن بعد ما خرج من الفرن. ريحه هنا بتبقى عايزه تتخطف. هي ريش دون واحدة كده اهي. لا ده حقيقي اللي احنا بنعمله في البيت ده مش باميه خالص. طلعت ما اعتزلتش في كوميديا ولا حاجه. خلينا هو بيغرف كده طبعا. نشكرك نقول يا رب ربنا نورتينا وشرفتينا في الستات بجد. قوي قوي فرحانين بيكي قوي قوي، ونتمنى نشوفك في اعمال عظيمه ومسرح بقى باذن الله. يا رب ان شاء الله. شكرا يا محمود، تسلم ايدك. احلى باميه. تسلمي. بصي الطبق، يا لهوي يا لهوي على المخرج ولا المصور، مش عارفه الاقيها منين ولا منين النهارده. الوان حلوه قوي، وحته الريشه طالعه مع الباميه وريحه في مزيكا. في مزيكا مع بولة رز ولا عيش بقى وكده. انا بالنسبه لي رغيفين عيش بلدي مع حتتين بتنجان مخلل بالظبط مع الباميه تبقى روعه. طبعا تسلم ايدك. شكرا مها وايمان، ونشوفكم بكره على خير ان شاء الله. والستات ايه؟ ما يعرفوش يكذبوا خالص ان شاء الله. احلى كذبه في الدنيا.